الكلام ده صدقوني. انا مره كنت بعمل بحث بقدمه في مؤتمر بره، فقابلوني جماعه كانوا في بلجيك وجماعه موجودين المان، فانا بقول لهم انا بتكلم عن البحث في الترجمه النسويه ليها. انا شوف عليك بصوا لي كده، قلت لهم ما تفكوش، انا مش مستوعب الاف وورد دي نفسها. حتى للاوروبيين، عشان الاوروبيين متقدمين عن الامريكان بحوالي 150 سنه، دول نفسهم بيرفضوا النسويه بالشكل اللي هو مصوب ليه. اللي يحصل ايه؟ جت فيرجينيا وولف في سنه 29 عملت كتاب اسمه اروم الضرغام.